لا جواد الانصاري معنا علي معنا واحد الريوس اللي شفتوه معنا ومعنا عمر جندلي كيمتا اللي غيهضر مع غيهضر لينا كل شويه على القضيه ديال بنادم اللي باغي يفتح وما بقاش الخير تو سامبلومون سي فريمون سي لو برينسيپ ديال تفحل مع الطيابات سي با لو بروبليم فلا كونكلوجون كو سي في لو بروسيس سي في لو بروسيس ديال انت كاباسيون باغي الدواء le process باش توصل ك passion vers ton médecin la consultation c'est un process qui est extrêmement chiant خاصك تقيد خاصك تقيد tout simplement خاصك تقيد تاخذ تتحكم خاصك تكاشطا خاصك تدوز عند الانترن enfin l'interne qui est encore en étudiant by the way اللي هو اللي غيشوفك وغيقول لك نتايا خاصك تشوف ان غاسترو ولا خاصك تشوف ان كارديو بروسيسوس صعيب بزاف ختامها مسك معنا جوج ديال لي زيليمون اللي ما دازوش في لا طابلو طو ديال لا طابلو هذا معنا جوج ديال لي زيليمون بوتيت واقيلا واش صحاب ولا ماشي صحاب ما عرفتوش كتعرفوا ما كتعرفوش مي اول مره تنتلاقى ربما تنعرفوا دابا اول مره تلاقاو بغينا الا بغينا دابا نكونوا حزب سياسي دابا حنا كلنا زعما مالك غير الاختلاف اللي عندنا واحد فهمتي كنتفاهموا على دي شوز ودي شوز ما تنتفاهموش عليهم والا بغينا دابا نكريو واحد حزب سياسي شنو غيكون الجوهر ديالو تبقوا زعما على واحد التوجه كدا كيجمعنا ونجيو نديرو من خلاله ارضيه امبوسيبل ارضيه لا ما ممكن لا مع جمال واش موازيه ولا بديله بلاتي واش هذا البندره واش موازيه اللي ما كاين ولا شي حاجه بديله على هذا الاحتفال افتراضيه ها افتراضيه حنا راه كنحلموا في اطار الحلم يوتوبيا فوالا اطار التكفيت دابا واش نهضروا زعما لا واقعيين 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 دابا حنا جالسين هنايا كاين مختلفين بعضياتنا صح شي حوايج دابا نتفقوا عليهم اللي كل واحد منا كيحاول انه يهبط يمشي يقرب الاخر فهمتي باش تلقاو هذيك النقط المشتركه بيناتنا وهذيك النقط المشتركه هي لا تكون ديك الحزب هي اللي كنخيطوها هذيك الورقة فوالا هذيك الورقة والأرضية ولا داكشي هاد النقاش علاش كيزرني؟ كيزرني 20 فيفري 20 فيفري كنتجمعوا فيها واحد بزاف الناس اللي مختلفين بعضياتهم فهمتي كاين اللي اسناد من العدل الإحسان كاين اللي من البي جي دي وخا البي جي دي ما بغاوش يهبطوا ولكن كانوا منهم شي وحدين كاين سلفيين اللي هبطوا هبطوا في الطاسة أصلا البي جي كاين النهج كاين اللي على يسار النهج فهمتي كوكتيل فوالا كاين في دارية اليسار إلى آخره كاين واحد المجموعة اللي اتفقوا على واحد المجموعة من المبادئ أولهم والأساسي فيهم هي الديمقراطية الأساسي هو بعد كل واحد كونسيبسيون ديال الديمقراطية كل واحد كيفاش كيفهمها كيشوفها بيان سور ولكن الديمقراطية أنا جو بونس با أنني أنا غنتفق مع جمال في الديمقراطية علاش ما غاديش تتفق معاه؟ ما عرفتش أنا اللي قلت رأيي في الديمقراطية ربما جمال عنده رأي آخر شنو هو رأي ديالك في الديمقراطية؟ ما كنآمنش بالديمقراطية ما يمكنش لا ديمقراطية مع الرعاية واحد مسمي راسو فيسبوك عزيز واك عزيز واك وغادي يمشي غادي نآمن أنا بأنه غادي يختار بنادم هذاك ماشي بنادم عزيز واك هذاك بوحدو خرجت خصناك اسمح اسمح لي يا صاحبي لا ما نبداوش نضحكوا في هذا الحكي على من غادي يصوت عزيز واك دابا بلاش خليني نكمل صوت مثلا نبيله منير الله يهديك على الشكر الله يهديك انا صوت لك على حزب الفيل اصاحبي حزب النفيل والله يهديك ما عندناش حزب لا 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 سيريو 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 واقعيين سيريو على من غادي يصوت مثلا لا واقعيين واقعيين على حسن ميلانو على من غادي يصوت غيقدر ياخذ 200 درهم ويصوت على البقا لا 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 غادي ياخذ 200 درهم ويصوت على الباك غادي يمشي يصوت على العداله والتنميه حيت ما كيشفروش صاحبي لا لا غادي يخرج غادي يخرج في بحال هذوك لي مانيفيستاسيون كي سون اورغانيزي اي اون لو سي من طرف المخزن اللي خرجوا فيهم الناس السيمانه اللي فاتت اللي ما عارفينش علاش الناس كاع خرجوا ملي كتسولهم تيقول لك غير واحد المساله غير ما كيصوتوا دابا شوف شوف ما تنساوش واحد القضيه راه بغينا ناسسوا حزب سياسي وبغينا نلقاو واحد ارضيه مشتركه ارضيه مشتركه خلينا نقتلوا جمال بلاتي نحطوا بعدا القواعد ديال الارضيه المشتركه ياك واحد ما تيامنش بالديمقراطية واحد تيامن بالديمقراطية شوف كنامنش بها مرحليا باش نكونوا فاهمين وراه هذا هذا انا عطاني عطاني الشعب مزيان نكون معاك ديمقراطي كيف غير تربى يديك كون عطاني الشعب ديال السويد مثلا اللي كيعرف يختار كيسموش راسو عزيز وانك الله يرحمه دابا بغيت انا نقول واحد الكلمة انا الجامعة راه غيمشي الديمقراطية راه بحال راه شي حاجة مجموعة وشي حاجة يا اما كتخاد يا اما ما كتخادش
ما يمكنش انا نقول مرحليا ما كنامنش بالديمقراطيه وبعد غدا نكون ديمقراطي زعما انت المرحله اللي مثلا دابا تخيل دابا مثلا انا عارف ماشي ديمقراطي غتقاطعني الديمقراطيه اللي غتطلع لك السلفيين دابا انت انا عارف ماشي ديمقراطي ما تخلينيش ندوي زمرتيني فيها دابا شوف دابا حنا كنهضروا على الديمقراطيه راه ماشي شي حاجه اللي فوق راه الناس عايشين بها راه في هذه النسبيه ديالها هذيك هي الديمقراطيه بالنسبه لي باش نتفق انا وياك شنو هي الديمقراطيه انك تقول هذا الراي اللي قلتي فيه كما بغيتي ونقول انا رايي كما بغيت ونعيشوا انا وياك واحد البلاصه بواحد مجموعين تقول انت اللي بغيتي ونقول اللي بغيتي بدون ما يطغى شي واحد عليك ولا انت تطغى عليه نتفق على هذا المبدا نتفق مع هذا المبدا بلاش هادشي اللي قالوه كيتسمح حريه التعبير تسمى ديمقراطيه لا ما كيتسماش ديمقراطيه كيتسمى ليبرتي ديكسبرسيون نقول اللي بغيت وانت تقول اللي بغيتي ما حدك ما كتقاسنيش ما كنقاسكش نبقاو نتقاولوا شي غلطات ماشي غير نقول اسمح لي دير حتى اللي بغيتي لا ليبرتي ديكسبرسيون ممكن تكون في الاطار ديال الدوله مدمقراطه وديمقراطيه سميتو انا ما كندخل في هذا الاطار ديال انا باغيات خصنا حنا كنهضروا في الواقع اشنو كاين في الواقع اشنو خصنا نتغير سيرتي انا كنهضر بنزعه فردانيه ما عندي حتى الحساق ديال اش خصني نغير ولا خصني ندير كنشوف داك الشيء اش كيشكل عليا انا كشخص كفرد مادام انا عايش بخير واكل شارب حاوي داير مقود السوايع كلشي مزيان ما كنفكرش ما عنديش داك الهم ديال التغيير ولا خصني ندير ولا خصني نقول ما عنديش داك الهم ديال التغيير باش نهضر على شي واحد ما بقاش عندي لان كنت انا في هذيك الزمانه ديال خصني نخرج وندير ونهضر على الناس وكذا وهادي وخا ما كاينش العامل بان لي انا وداك الشيء كيدور في الاطار ديال لاجد واه يا ناري واه يا سميتو غادي الدور حتى الاخر غادي الكراس كير ضيعت واحد الفتره من حياتك كان خصك تمشي تعيشها وانت خرجتي كتغوت وكتهضر شي حاجه اللي الناس ما داك الهم ما زينوش معاك فهمتيني الناس كتفكر شي حوايج انت كتهضر عليها فهمتيني يعني هادشي انا قلت لك بصح كنهضر كشخصيه ما عنديش داك الهم ديال التغيير ولا سميتو ومعارف هذه هي انا الديمقراطيه كنشوفها انا ما صالحش لينا باعتمادا النماذج باش نديرو حنا نموذج مثلا تونس ما صالحش المغرب زعما بغيتي تقصد لانه العقليه عقليه بسميتو ما كايناش كاينه داك كما قلنا قبيله كاينه ديك العقليه ديال الشيخ والمريد وباقي بزاف الزوايا وباقي مترصبين بزاف ديال الحوايج لا خصك لي اسمح لي خصك لي واحد الجيل ولا ثلاثه ولا اربعه عاد باش تقاتلهم توجد ديك الارضيه مزيان عاد تقول لي هضر مع الشعب الديمقراطيه ولحل بحال هاد المفاهيم هذا دابا هادشي ما كنعطيك واحد اسمح لي نعطيك علاش ما صالحاش لنا الديمقراطيه او المساوئ الديمقراطيه اللي عطاها البوزبال او الرعاع او لا شعب او لا شعب مثلا غوغائيه شعب خراوي مثلا تونس تونس بين هي حنا نحيدو الشكل ديال سوريا وسميتو تونس كانت واحد المزاله ما بين السطور كانت الدور تما ديال الديمقراطيه الحقيقيه يعني كان وقع فيها الديمقراطيه الحقيقيه ولكن راه خرجت لنا مهازيل في البرلمان مثلا كاين تنشوفوا واحد مثلا كيهضر في البرلمان وكيدير خرجوا شكون تيقول لهم انا خرج للشعب انا عطاني الشعب الصوت ديالو سميتو كيهضر واش سميتو واش من حق الشعب تيش تيقول باش تبان المستوى ديال الحقيقه كاين واحد متخلف واحد سلفي واحد جهادي واحد يميني واحد يساري هذه هي الديمقراطيه انا سوي على صحيح انا وحيد دابا عايش يتسلف لي لا بيان جو بونس كو السوجي ديال هاد لا طابل كما قلتي قبيله لو سوجي بلوز او مون ديال هاد الجمع هذا سي الا كنا مثلا غادي نقرروا اون فاكري واحد الحزب Je pense qu'il faut faire un tour de table et ne serait-ce qu'une valeur que le Wahed Fina a envie de la mettre, faire du contenu, le Wahed le Kachir, qu'il y a un peu de temps. Je vais juste dire le Wahed. Wahed. Je vais dire le Sultan al-Din, mais j'ai envie de dire le Sultan al-Din, c'est le Makhzen. Très bien. Adam Tlob. Aymad. Démocratie, tout simplement. L'économie participative. L'économie participative. Démocratie. Anna, de démocratie. لا مطلب بروبوزيسيون مطلب ديالك راه حنا فيها شنو هو النقيض ديال الديمقراطيه اللي كيبان لك انت هو النموذج الديكتاتوري المتنوع حاليا في المغرب حاكم مستبد مستنير 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 فلوس الشعب خاصو الفلوس كلمه بابا لو بان خبز هشام نقطه مهمه غير الاخوان كيهضروا على الديمقراطيه وانا كنحس من الهضره ديالهم تيهضروا على الحريه اللي تيهضر على الديمقراطيه في الطابله بغى يقول الحريه حيت الديمقراطيه غير النهج لتطبيق الحريه هو واحد البروسيس كتحطو باش دونك انا اللي بغيت نقول انا اللي بغيت نفكر فشي حزب غنسميه الحريه والتاخي يكون انكلوزيف ما يكونش اكسكلوزيف يكون دابور لاباس ديال القيمه العليا هي الحريه كل واحد يدير اللي بغى والتاخي اللي عنده شي فكره بغى يعاون بها البلاد يجي مرحبا تخي بيان
انا بالنسبه لي كاينه حاجه واحده هذا ما كنتفقش معكم كاملين. نقصوا ارضيه اللي غادي نقدروا نترشحوا فيها ما يمكنش نقصوا ارضيه وانا كنهضر على هذاك اللي داير فيسبوك حساويداد نقول عليه راه ما عندوش الاهليه انه يهضر. يعني الارضيه الاولى اللي غنبدا بها هو داك حساويداد راه هو داك ولد الحومه اللي كنجمع معاه اللي حتى هو عنده مشكل في الديلي لايف ديالو في حياته وفي هذا خصني نعرف لي بروبليم ديالو. لا اسمح لي شوف نتصالحوا مع الشعب ما كنعرفوش حنا الشعب غادي ناسسوا دابا واحد الارضيه شنو هو البوان اسونسييل اللي ما غاديش تنزل عليه هو يكونوا عدد ديال السينمات وديال عدد ديال السينمات وديال لي كونسيرفاتوار قد عدد الجوامع صاحبي اجي حدايا باش نقصوا واحد الارضيه اللي نتفاهموا عليها كاملين. اول حاجه هي التعايش وثاني حاجه هي العداله الاجتماعيه. اللي كانت وحده هي التعايش كل ما بغى غادي يمر بوبلان ما يكون يتعايش معنا كامل. اسماء الوغ بوغ مو اهم حاجه هي التعليم. التعليم هو اللي باش نبداو هو باش نساليو كان التعليم كاين كل جو بونس كو سي ا ترافير لا كولتور و ليدوكاسيون كون بورا شانجي لي شوز. مهدي لا مهدي مهدي البسليم خي صلى وصومح ومهدي هذه الديانه ديالنا امينه الواحد اللي كنطلبها من الشباب ومن الكبار ومن الشيوخ هما يتهلاو لنا في البلاد حيت هذه بلادنا وبلاد جدودنا البلاد يتهلاو في البلاد حيت البلاد ديال والديكم وديال جدودكم وارضكم الا فرطتوا فيها ما تخليوش البراني يدخل يلعب فينا هذه حاجه اللي بغينا. Alors moi j'aimerais juste voilà rebondir sur un truc tout à l'heure Ali il disait une chose c'est que باش نقدروا نتفاهموا خاص كل واحد ينزل على عند الاخر ياك ولا ينزل عليه ولا ينزل عليه وي alors je pense que c'est ça le fond du problème c'est que هاد l'idée ديال ننزل عند الاخر est-ce que l'autre n'a pas aussi raison que moi علاش انا غنتواضع وغنزل عنده en fait. Tu as aussi raison que Jamel et tu as aussi raison que Jawad et tu as aussi raison que tout le monde en fait. Donc cette idée de rendre un bouton de bnadem باش نهضر معاه non, voilà qu'on est بحال. On a tous raison quelque part, on a tous tort quelque part. Mais est-ce qu'on peut juste à un certain moment se poser autour d'une table et parler tranquillement? Et voilà, peut-être que demain on va pouvoir ensemble créer un parti politique. Oui. Si je me permets de te comment tu peux mais c'est ça l'idée c'est que ma khassni chna bot عند بنادم dans une démarche où il méprise le peuple c'est-à-dire qu'il voulait mais c'est ça un an نقدر ندوي مع واحد سميتو عزيز وا à partir de là راه déjà عندك واحد لا tranche peut-être 70% لا بدات بلاتي باش كاين لا ط ط ط ط القضيه مهمه عزيز وا كيكون انا فاش قلت هذه القضيه ديال الانسان اللي سميتو عزيز واك ولا حسن ميلان انه ما غاديش يقدر يصوت هو اصلا ما مسؤولش على اش كيدير نادم مقيم اصاحبي نادم مقيم راه فرويد قال لهم سيروا اصاحبي خوي ديروا فيهم بعد نهضر حوايج سول حوايج واجي سولت ما يمكنش انت اصاحبي طنطن اصاحبي غادي تمشي تصوت علاه ما غاتصوتش مثلا واش عند الصوت ديالك واش عنده مصداقيه تراكسور لا ماشي على التراكسور راه شتي فاش صوت على التراكسور غادي نبقى نشوفك مقيم اصاحبي لا لا بالله جمال راه انت انسان غير كامل ماشي حقرة كيفاش غير كامل انسان غير كامل دماغك ما كيفونكسيونيش مزيان جمال غيشي ولا كراش انت دابا انت عنده اليقين انه دماغه كيفونكسيونيش دابا انت كتمارس البوليتيكال كوريكت انا عارف بلي كتمارس رومانسيه ماشي افلاطونيه ما كتمارسش كل شي واحد ما كيتعي كامل باش انا الدماغ ديالي مثلا اد عزيز واك انا اصلا طحت في واحد الفاتي فلوغ ديغنيير يا داك هذا هو الاهم من اللي درت لنا سوسون ماشي الكاميرا يا سوسون يا سوسون فوالا يا سوسون لا بون هذا فاتي فلوغ دابا فاتي فلوغ واحد الانسان مغربيه مسلمه كتصلي كتصوم ما لاقياش الحل السيدة باغا تنام بهاد لو سونس باغا تنام ولكن ما لاقياش كيفاش حيت حرام يعني كتبقى تعاود فاش درت صورتها كدرت صورت مثلا لاميس وفاش داك حسن عزيز واك اللي كيصوت كيجي كيكتب لها نايس بيك كتحس بالانتشاء هاد الجوج كيفاش غادي نخليهم يصوتوا ما مدى مصداقية الصوت الاختيار ديالك وغادي نرجعوا لفاتي فلور دارييرمون جبت راسي مع فاتي فلور
خلي هذا المنبر دابا هذا المنبر لا 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 باش نقول باش نهضر على جوج ديال الناس كاينين في المجتمع اللي هما لا بلو بار ديال المجتمع بغينا ولا كاين واحد لا ماجوريتي كاينه في وسط المجتمع شكون اللي داير لهم بحال هكا هو داك المخزن انت كطبل ليه من الصباح كتزين ما كنطبلش لا ماشي ديمقراطي انا كذا انا بغيت المخزن انا بغيت كذا هاد الناس اللي انت كتهضر عليهم راهم ريزولتا ديال واحد السياسات ديال واحد النظام اللي كان من شحال هادي هو عنده سياسات التعليم عنده سياسات الاقتصاد عنده باش يجهل باش ينتج لك بحال هاد الناس هادو فهمتي باش انهم يكونوا بحال هكا انا بالدور ديالي كواحد فاق ضرباتو الفيقه وقال بان هاد البلاد خصها تبدل فهمتي قرا شويه ديال الكتوبات على قد الحال وكذا وسميتو وقال خصني ندير شي حاجه لهاد المجتمع ديالي لا ما خصنيش نحتقر دوك الناس ما كنحتقرهمش لا بلاتي حبا فيهم كنهضر عليهم بحال هكا دابا خليني نكمل لك حبا فيهم انت راك بغيتي لهم الحب بصح كنتي كتعشقهم ما تبغي لهم الديمقراطيه غتبغيهم يعيشوا في تعليم ديمقراطي شعبي مجاني ما كاينش تعليم ديمقراطي الديمقراطيه دابا حنا كنهضروا في التعليم ديمقراطي حنا كنهضروا في شي خلاف في الطابله دابا انا نعاودها انا 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 واحد الانسان كيموت على شي حاجه سميتها اليسار وهاد الانتخابات غنصوت على فدرايه اليسار ياك فدرايه اليسار كتقول في البرنامج ديالها دابا بدات الحمايه ماشي مشكل فدرايه اليسار كتقول في البرنامج ديالها اولويه مساله التعليم مساله اولويه نبيل موني كتقول لها بامال دو فوا وكتعاودها وكتعاودها علاش حيت انسان مني كيولي كيتوفر على مدرسه عموميه وفي المتناول ديالو كيكون لاكسيد كيقدر انه يوصل لهاد المدرسه الى اخره والديه يكونوا خدامين مزيان يكون عندهم تقاعد مزيان ولا كيكون عندهم صالير مزيان وكيكون طبيب وكيكون كذا كذا الى اخره انسان غتنتج لك واحد الانسان متوازن وما يبقاش يفكر في النيك وفي داكشي اللي كتهضر عليه فهمتي غيبان لك عادي زوين وشنو غيفكر فيك كيما بغا باش يفكر فيك كيما بغا ما يكونش عنده ان بروبليم واحد الحاجه راه حتى دابا كيفاش النيك والتقاعد كيفاش ما تفهمهاش عاود شرح لي مزيان ما بقاش دوز لي ميساج لا ما تفهمهاش مزيان شرحها لي عمار نعاود صراحه واش نبيل موني بهضرات على العلاقات خارج اطار الزواج بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور اش قالت عليك خاصو يتحيد التجريم ديالهم لا خاصو يتناك لا خاصو يتحيد التجريم ديالهم خاصو يدير علاقات علاقه ما بين شخصين دي زادولت بيناتهم بالتراضي لا تقدر تشد شي فاشي فلو شي جرده يجيو فوق عليك البوليس كانت بيناتهم علاقه هما باغين هذيك العلاقه ومن حق حتى شي واحد يدخل فيها في هذا العالم في هذا الكون فهمتي انه يدخل ما بين جوج الناس ابي فاهمين اش كيديروا بيناتهم ماشي هذا هو الموضوع موضوعي بالنسبه للجواد قال واحد الكلمه بان كاين واحد التناقض في الكلام ديالك اش هو التناقض في الكلام ديالك هو انك انت كتقول بان بغيتي حاكم مستبد مستنير ياك وكتقول بان الديمقراطيه انت ضدها ياك المغربي هادشي كتقولوا عايشوا انا وياك دابا جالسين كنربطوا الطاسه هنايا ومريحين كان كيمكن ان المخزن يدخل علينا من هنا ويحيدني انا هادشي فاسي ولكن هو منه راه ماشي قانونيا ولا كذا قانون عنده الحق يجي يهزنا ولكن منه حتى هو راش قليل خلينا كنضربوا الطاسه وبالتالي هادشي عيشوا المغاربين عيشوا المغاربه وماشي عايشين بخير والله الا يهمنا غير انت كتهضر بالنيابه على الشعب انه ما عايش بخير وسميتو شكون هما هذوك اللي كتهضر عليهم انهم عايشين بخير واش شي واحد جا قال لك او جانا راه انا عايش بخير بدي دقلك تقول لك هيك عباد الله اسمي درا ما عايش بخير انت كتهضر يا طير كلام على العوائل وصافي انا كيبان لي انا كنهضر لك قبيله من انطلاقا من نفسي شخصيا انا هكا كيفاش تيبان لي بديك النزعه الفردانيه اللي تبنيتها زين ما تندوي على كري كنشوف انه دابا هذا الوضع اللي عايشه انا بخير انت ما كان ما عنديش داك هم التغيير هادشي اللي قلت حرمي ما عنديش داك هم التغيير انه شي واحد تكون لاباس عليه ولا تكون تدبر الكر من الكره انا كنكاجي على كري هادشي اللي قلت والنظام ولا السيستم باش غادي دابا على حسب ما يبدو لي انه شرب واكل حاول بخير ما باغيش اكثر من هادشي غير باش نرجعوا لهاد القضيه ديال الحريات الفرديه ديغنييرمون ولا بتيت من دابا ديبي ان اون بتيت اي انورميمون دو ديستوار او سان دو بي جي دي ديز استوار ان بو دادولتير فوا ديز استوار ان بو سي سا مساعده على القذف وداكشي et انا ميم سي جو نبورت با البي جي دي فورسيمون دون مون كور ou ما بغيتهمش يطلعوا ou خايف من انهم يطلعوا مي جو تروف سا فريمون ابومينابل مي ان كاينين دي ميديا ولا كاين اطر سياسيه
qui ils essayent d'utiliser en fait les histoires en fait qu'il y a eu entre deux adultes consentants pour les incriminer, pour décrédibiliser le PJD. Ouais. C'est-à-dire que Mara ou Rajel, du moment où ils sont adultes enfin consentants, ils t'apprennent ça, ils veulent t'aider à le qatl, ils veulent t'aider à le mas, ils veulent t'aider à le hadi. حنا كندافعوا على السقف الاقصى ديال الحريه الفرديه وديال داكشي حتى للذين يختلفون معنا وحتى للذين لا يؤمنون بها واللي وقفوا ضدها واللي شهروا بنا في مرات متعدده خصنا نوقفوا في هذا الجانب ندافعوا عليهم وعلى حريتهم الشخصيه والاستهداف ديالهم هادشي ماشي اللي كيوقع يمكن انا بلاتي انا بلا باش نكمل انا كنحس في النفس ديالي نشوف واحد باحث سوسيولوجي ناشط يساري ناشط علماني جالس كيتشفى في الناس دونك نقدروا ملي نقولوا الارضيه اللي وصلنا لها كنظن اللي غنحسوا عليها الحزب ديالنا هي بروبليم تاع النيك جمع بالتوس باش ترشح يديك بيان سور صوت على صوت على حزب الديك باش ترشح يديك بركه من الفراق برتاش هذا المواطن خلينا نكمل على كلمه اخيره لحقاش غادي عماد على القضيه ديال هضرت على فاطمه النجار بيان سور قلت على فاطمه النجار على اعتماد زايدي والو على بزاف ديال القضايا حسن عبد المولف في جي دي واخا هو ماشي اسلامي مثلا كون حصل عاصي ما كندافعش على الناس اللي كتجرم الحريه اسمح لي هذا منهج ماشي صحيح علاش ما متفقش معاك علاش كدافع على الحريه بشكل مبدئي اللي كيامنوا بها ولا ما كيامنوش بها ما سوقيش فيهم شنو كيامنوا بها ما يمكنش هذا السيد بغى يقطع لي راسي انا شنو هذاك الله يعاونو لا ما يمكنش لا قرار ماشي ما يمشيش عيسى باش تضربني في هذا ولا تزيد تضربني في هذا غنشوف انا فاطمه النجار كتساعدوا على القذف شغل هذا 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 انا علاش غتحضر في حارس انت حيت الفرديه ديال اللي بغات اصاحبي ما كاينش ولا فرديه السيده كتحرض اصاحبي على افكار معينه شغل هذاك حاربها بدوك بحاربها وجاوب على دوك الافكار ماشي تجاوبها في حياتها الشخصيه سي كنحاربها او ميم طون او ميم طون اسمح لي حاربها او ميم طون غيست تري لوجيك باسكو هو من الاول قال لكم الدري انا ضد الديمقراطيه دونك باغتي الدنيا فهمتي لا ديسكور هو مع الحريه الفرديه الناس اللي بحالهم لا عنده ان ديسكور كي تري كويرون اللي هو انتماء سياسي كيحامي على الناس اللي بحالو والناس اللي ماشي بحالو هادي سي الفاش الدراري باقشوا انه من الغباء واحد مواطن في كامل القوى العقليه في هذه الوقيته هادي ينوض فيق في الصباح ويمشي يضرب ديك التماره باش يصوت باش يمشي ويصوت ويدير هو ويكون على يقين انه ما غادي يحدث حتى شي فريق لانه اللي عطى الحمار شي مريض مريض ارغاز انت مطوطين الي فوتي بور نبيل منيب الي فوتي بور لايف جين عماد بون عندنا واحد 4 دريال تاسيس للديمقراطيه ودي شي تخربعق عندنا نمشيو ندافعوا عليه نفوتيو على نفوتيو كونتر الحزب ديال عماد تي فا فوتي بور كي جي با انكور ديسيدي مي عندي واحد جوج ديال الخيارات اللي هما جوج خيارات انا عندي خيارات انا غير قول لي بي سي دي اف جي دي ولا الاف جي دي ولا يقدر كاين واحد الاحتمال انه داكشي ديال محليا وطنيا نقدر نمشي فيه البي جي دي سي ان فوت يوتيل ياك اون داكور ياك اكزاكتو غالي انت واحد من الناس انا غادي نصوت اللي صوت العقابي كونتر البي جي دي عندي ثلاثه خيارات الاتحاد الشراكي البان الفيدرالي واحد فهاد ثلاثه سير الفيدرالي عندك الاختيار ما بين ثلاثه الله يرحم بك بلا ما تصوت الفيدرالي ما تصوتش صوت الاتحاد انا صوت البابا صاحبي علاش عمر 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 لمن غتصوت انت طالعه
يا راجل 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 زين لا هما واضحين الاقل هما واضحين لا ما عشكون هما هما بلاتي انا عدميه كل مستعد يصوت هشام مستعد تصوت على الحزب الاسلامي للحريات الفرديه لو بي دي لو بارتي ديموكراتيك ميرسي 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 لي انفان يلا اون فا ترانكيل